لا فتح شوف الله، الله، انا لسه راجع من التمرين. فتح الله اللي معايا. كابتن مصر، ايه يا كابتن مصر والعالم؟ والله انا مش رايح المنتخب الا لما تيجي عشان ابقى فيه. وانا عمري خلاص مش رايح تاني خلاص. انت لاعب كبير اصلا، انا مش شايف انت تروح منتخب فرنسا، منتخب انت كاس عالم يا ابني مش حبيبي محلي. يا كابتن عمرو. كابتن عمرو طمني عليك. الحمد لله يا كابتن، كله تمام والله. انا امبارح من اول امبارح عملت اشعه، وعملت النهارده اشعه تانيه راني بتاع دوت باين مش اكيد. سونار على رجليا. الحمد لله ما طلعش عندي مزق، لان الاشعه الاولانيه كانت طلع مزق، فالتقرير لما الدكتور شافني قال لي انا مش واثق في التقرير دوت وكده، فالحمد لله والشكر لله طلع عندي بس تجمع دموي على العضله الخلفيه، ما فيش مزق عندي، فشغال عليه علاج طبيعي هنا مع الجهاز الطبي عندنا الدكتور شريف، وان شاء الله يوم السبت باذن الله هنزل الملعب، يعني هنزل ابدا ان انا اجري واشتغل في تمارين الملعب لمده يومين ثلاثه كده فردي كويس، هخش مع الفرقه ان شاء الله. سمعنا بقى يعني انا دايما عمرو زكي يرجع للملعب مستواه يبتدي يعني يشد او يتالق كده، نسمع بقى ايه عروض كبيره يعني اخرها سمعنا النادي الاهلي فتح خط اتصال مع عمرو زكي، ايه بقى؟ والله كابتن انا عايز اقول لك على حاجه، طبعا يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير، وسبق دخلت مع حالات مداخله وباركت له على طول افريقيا اولا لجماهير مصر كلها، لان بيمثل مصر النادي الاهلي، ولزمايلي، لا زمايلي في المنتخب كلهم من لعيبه صغيره للعيبه كبيره، وسمعت الاسماعيلي وسمعت انديه كتير، لكن خلينا يعني مع احترامي الشديد جدا 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 للانديه، انا مش اللعيب النهارده اللي هي يعني محتاج ان هو يقول انا جاي العرض من هنا والناس تتكلم عليه، سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي، انا كلمتي واضحه وقلتها قبل كده اكتر من يعني 20 مره، انا بيتي نادي الزمالك، واذا كنت انا النهارده هكون متواجد مش هكون موجود غير في نادي الزمالك، مع احترامي الشديد جدا جدا للنادي الاهلي بجماهيره وباعلامه، واعتقد الناس كلها تحترمني ان انا راجل النهارده، لا راجل النهارده محتاج شو اعلامي النهارده واطلع واتكلم مع الناس واتكلم على حاجه وبعد كده يلاقوني في مكان تاني زي ما بعض اللعيبه بتلعب، لا انا راجل بحترم نفسي وبحترم زمايلي في النادي الاهلي وبحترم النادي الاهلي وبحترم النادي الاسماعيلي، كلمني رئيس النادي الاسماعيلي، كلمني كابتن حسن عبد ربه كراجل زميلي في منتخب مصر، لكن بمنتهى الامانه واتكلمت معاه، يعني حاجه انا ما بنكرهاش، لكن انا بمنتهى الامانه يعني مش شايف نفسي غير ان انا اكون موجود في نادي الزمالك، لان نادي الزمالك ليه فضل كبير جدا عليا في كل خطوه انا باخدها لغايه ما هبطل كوره، سواء في الاحتراف سواء في منتخب مصر، هو اللي عمل عمرو زكي وجماهيره عملت عمرو زكي واعلام عمل عمرو زكي وكل لعيبته دي، فلهم فضل كبير جدا عليا، وانا ما يعني بمنتهى الامانه هو نادي الزمالك اذا كنت العب في مصر هو نادي الزمالك، مع احترامي حتى لو عرض نادي الزمالك اقل عرض، حتى لو ما فيش فلوس في نادي الزمالك انا موجود في نادي الزمالك زي اصغر لعيب زي اكبر لعيب زي الناس، انا مش احسن من حد ولا حد احسن مني كامور بقى ماديه ولا كلام من ده، عشان برضو الامور تبقى واضحه للراي العام كله، انا زي كل اللعيبه، اذا كان نادي الزمالك النهارده يرغب النهارده ان عمرو زكي يرجع له، فانا بقولها لك، انا حتى زيك لو اشتقت معايا انا مع احترامي رغم ان ده احتراف وي وي وده حق اي لعيب ان انا اروح النهارده الاهلي، حق ان اروح الاسماعيلي او اي نادي، لكن انا يعني حتى يعني لو حضرتك تفتكر انا جيت رحت انبي لما رجعت، كان طبعا وقتها ماسك استاذ ممدوح عباس وكان ماسك الناس، كان برضه عرضت وقعدت مع يعني بعض المسؤولين في نادي الزمالك، وقتها كانت الامور صعبه، مش ان انا يعني مش صعبه على عمرو زكي ان هو انضم، لكن الامور كانت صعبه بشكل عام، لكن انا شايف ان شاء الله ان في عوده الدوري والكلام ده كله، اعتقد المجال هيبقى مفتوح للجميع، لكن انا كلمتي واضحه وبقول لحضرتك على الهوا، انا اذا كنت هلعب في مصر هو نادي الزمالك. كابتن عمرو يعني نادي الزمالك يا اما هبقى في المكان، يعني انا الغدا طبعا متعاقد مع النادي اللي انا فيه ولسه عقد معاهم، ويعني لسه ما فتحتش القصه معاهم في اي حاجه برضه عشان يبقى الامور واضحه ومفيش حاجه يعني عشان برضه ايه ما تختلطش الامور، انت حضرتك بتسالني بتقول لي الاهلي، فانا بقى 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 يعني بوضح لحضرتك. واضح تمام. يعني انت ما قلتليش الزمالك يعني عشان برضه، لا انا بقول لحضرتك يا استاذ، انت مش انا والله، هو مش انا اللي برد عليك، ده فتح الله اللي بيرد عليك بيقول لك واضح واضح. لا عشان بس الناس ايه هنا في مصر بعض الناس بتدخل الامور في بعضها، لا انا بقول لحضرتك انت بتقول النادي الاهلي، قلت لك انا بحترم النادي الاهلي وبحترم النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي اتكلم معايا في كلام على النادي الاهلي، لكن انا ما حدش كلمني رسمي في النادي الاهلي ان انا اقول لك يعني حد بعينه كده ان هو كلمني، لكن بقول لك اذا كنت النهارده همشي من النادي اللي انا فيه سواء في يناير او بعد الموسم دوت هو نادي الزمالك اذا كنت العب في مصر، وانا احساسي انك هترجع الزمالك، احساسي الشخصي والله، يعني دي حاجه تشرفني وده بيتي وده مكاني وده المكان اللي عملني يعني، لكن انا بفكر ان انا العب بره، بفكر ان انا اكمل سواء في الخليج او اكمل في اوروبا، اكيد طبعا بفضل اوروبا افضل، وربنا يعمل في الخير ان شاء الله، يعني انا بقول لك لو مصر، انا النهارده لو بفكر في مصر النهارده او حد النهارده هلعب في مصر هو نادي الزمالك، سواء نادي الزمالك هو محتاجني دلوقتي محتاجني بعد الـ يعني في يناير او محتاجني بعد الموسم دوت، انا بيتي نادي الزمالك، مفيش انا بقول لحضرتك انا هكمل بره، يعني هكمل سواء مع النادي بتاعي هنا
اعدي معاه لغايه اخر السنه. اه من حق سيناريو ان انا امضي لاي مكان، ممكن ان انا اسوق امري معاه، كل الكلام ده وارد يعني، كل دوت تفاوض يعني. لكن انا بقول لحضرتك انا مكمل هنا اهوت زمانه، وبقول لحضرتك اذا كان في حته هروحها ثانيه هتبقى ان شاء الله اوروبا يعني، اذا كان مصر هو نادي الزمالك يعني. بالكلام كلام محترم جدا يا كابتن عمرو، بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو زكي. يعني كل الناس النهارده بتتكلم على الزمالك، شعور الحقيقه طيب، وده روح كل لعيبه سواء اللي موجوده سواء